إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وترك فينا شيئين اثنين إن تمسكنا بهما منا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإن تركناهما منا الذل والشقاء في الدنيا والآخرة، ألا وهما القرآن والسنة، فتمسكوا بهما تمسكوا بهما تمسكوا بهما والله تفلحوا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من المحدثات والبدع والضلال والنار. أما بعد، قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أفضل الدعاء، كما قال سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة عظيمة ولها أجر عظيم ولها ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين ابتدأ بها الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة، سورة الحمد، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين ابتدأ بها ربنا سبحانه وتعالى كثير من السور، وذكرها في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة وفي كل حين. الحمد لله رب العالمين مع كل نفس يخرج من كل واحد فينا، وكيف لا وهو خالقنا وهو بارئنا وهو مصورنا وهو الذي يدبر أمرنا وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فيا ربنا لك الحمد يليق بجلالك وعظمتك. الحمد لله رب العالمين بدأ بها خلقه وختم بها خلقه حيث قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والحمد لله رب العالمين هي آخر دعوة يدعوها أهل الجنة حيث قال الله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثر منها قبل موته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قوله: سبحان الله والحمد لله واستغفر الله، تلبية لدعوى ربه لما ناداه وقال: إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يكثر قبل موته صلى الله عليه وسلم من قول الحمد لله رب العالمين واستغفر الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو الذي يحمل لواء الحمد، هو الذي يحمل لواء الحمد، وينضوي تحت هذا اللواء كل البشر حتى الأنبياء من آدم عليه السلام حتى آخر نبي، يكونون تحت لواء الحمد الذي يحمله رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والحميد هو اسم الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى، أي الذي يحب أن يحمده خلقه في كل آن وأوان. الحمد لله رب العالمين أن أنعم علينا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله رب العالمين أن أنعم علينا وجعلنا من الموحدين. الحمد لله الذي أنعم علينا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النعمة أن تحمد الله على نعمة يعطيك إياها والله هي أفضل من النعمة نفسها. وكيف لا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه، أي الذي أعطاه أن يقول الحمد لله أفضل من النعمة التي مما أخذ. لو جاءك الولد وقلت الحمد لله فنعمة الحمد لله وقولها أفضل لك من عند الله من الولد. ليس سهلا أن يبقى الإنسان ذاكرا لله حامدا لله في السراء والضراء على الكبيرة والصغيرة على كل شيء، إنما هذا فضل من الله يلهمه لمن يستحق من عباده أن يكون حامدا شاكرا راضيا صابرا. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نكون من الحامدين، أن نكون من الشاكرين. ونعم الله علينا كثيرا، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أعجز هذا اللسان أن يملأ الميزان في كل ليلة وفي كل صباح بأن يقول الحمد لله. والله يستحق منا أن نحمده، ما أكثر نعمه علينا وما أعظمها علينا، وأولها أنه جعلنا مسلمين فالحمد لله، وثانيها أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وثالثها أن جعلنا من أهل الشام. وما أدراك ما أهل الشام؟ هم الفاتحون، هم المنتصرون، هم الذين سيقيمون هذه دولة الإسلام في آخر الزمان. فهنيئا لكم إن كنتم من المسلمين وإن كنتم من أتباع محمد وإنكم كنتم من أهل الشام. فاحمدوا الله على هذه النعم ليل نهار في كل نفس تتنفسونه، احمدوا الله أنه جعلكم من المسلمين فالحمد لله. الحمد لله يا ربنا حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهن وملء ما شئت بعد، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.